محاضرة مش طويلة طبعا، محاضرة يا ريت كمان تسجل للسنة الرابعة، لأنه كمان لسوء حظ عنده المحاضرة هلأ صدرية أونلاين، هني أخذوا القصور القلب، لكن بيرجعوا بيفتحوا اليوتيوب هذا على الموقع وبيشوفوا التركيز الأساسي على الأدوية اللي بدي إياها أثناء الامتحان. يعني هون المحاضرة حتكون مختصرة مش مثل السنة الرابعة بتكون كبيرة وشاملة. السلام عليكم. أنا بسؤال تاني، هاي أول مرة بيجين هيك للسباتيين، وين نحوله؟ ليكو دوبلر السباتيين. عندك محمود مصطفى العمر؟ بده إيه؟ مصطفى العمر خصوصا. أوعي. أو أوعي دكتور زهر نصر. أو شيء إيكو. دكتور محمود علي ومصطفى العمر. الأفضل محمود. نفس الشيء. السباتي. أنا بعتذر جاني مريض كان. يلا لكن نبلش أدوية قصور القلب، رح نحكي شوية فيزيولوجيا وشوية إمراضيات عن قصور القلب وتشخيص قصور القلب لحتى نفهم كيف نعالج نحن قصور القلب. طبعا منكم مثل ما نكون شايفين القلب كيف يتعب ويشقى بعد مجمل من الأعراض، من الإمراضيات اللي بتصيب العضلة القلبية، لأنه نحن بنعرف أن قصور القلب هو يعتبر المرحلة النهائية لجميع الأمراض القلبية الغير معالجة. فأنا مثلا إذا كان عندي مريض عنده ارتفاع توتر شرياني ولما أضبطه بشكل جيد فهذا راح يتطور لاحقا إلى قصور قلب. نفس الآلية إذا كان في عندي مريض عنده احتشاء عضلة قلبية أو إصابة إكليلية حادة ACS وما أعطيته علاج في المرحلة الذهبية، هذا راح يتطور في المرحلة النهائية لقصور القلب. والشيء أيضا بينعكس على الصمامات، بينعكس على الآفات القلب الخلقية. لذلك يعتبر قصور القلب هو المرحلة النهائية لجميع الأمراض القلبية الأخرى. طبعا كتعريف قصور القلب لازم أفهم شوي أن قصور القلب هو عبارة عن متلازمة. نحن بنعرف أنه في عنا قصور كبدي، في عنا قصور كلوي، في عنا قصور قلبي أيضا. فإيش هو قصور القلب؟ هو عبارة عن متلازمة سريرية، يعني متلازمة تضم مجموعة من الأعراض والعلامات. لازم أشوف مريضي إيش في عليه أعراض أثناء الفحص والعلامات أثناء أخذ السيرة أو القصة المرضية. طبعا هالأعراض والعلامات ناجمة عن اضطراب إما يكون بنيوي كمان لازم أنتبه عليه أو وظيفي في العضلة القلبية. طبعا ماذا يعني بنيوي؟ يعني بنعرف إنه يعني تشخيص قصور القلب المعياري في تشخيص القلب هو الإيكو. فرح يكون في عندي اضطرابات بنيوية على الإيكو أو اضطرابات في وظيفة العضلة القلبية، وهذا بنشوفه نحن في معالجة مرضى قصور القلب. طبعا هذا الاضطراب رح يؤدي إلى ضعف في قدرة البطين الأيسر على الامتلاء، بالتالي في عندي قصور قلب انبساطي أو ضخ الدم إلى أنحاء الجسم، بالتالي قصور قلب انقباضي. لازم أفهم شغلة واحدة كمان، إنه في عندي شيء اسمه سوء وظيفة انقباضية، يعني هي الحالة بتنخفض فيها الكسر القذفي الـ EF ejection fraction أقل من 40، لكن ما في عندي أعراض وعلامات قصور القلب. يعني بيجينا كتير من المرضى نحن ما في عنده لا زلة لا ألم لا زلة ضجاعية، ما في عنده علامات احتقانية، ما في عنده مشكلة في صورة الصدر، ما في عنده وذمات، ما في عنده بسماع S3، يعني ما في عنده هالأعراض، لكن بتعملي له إيكو قلب أو تعمل له إيكو قلب تلاقي EF منخفضة، فهي عندي سوء وظيفة انقباضية. طبعا قصور القلب، لما أقول قصور قلب انقباضي بالتحديد، هو لما بيكون عندي EF متدنية أقل من 40%. طبعا لما أقول قصور قلب، مصطلح القصور يعني بحد ذاته هو مرافق لقصور القلب الاحتقاني congestive heart failure CHF. لما أقول احتقاني معناته في عندي مشكلة في أداء عمل العضلة القلبية، بالتالي سيتراكم الدم يعني السوائل ضمن أجواف العضلة القلبية حتى في الشرايين والأوردة، بالتالي يؤدي إلى احتقان. أين راح يكون احتقان رئوي؟ فلازم أفهم الآلية الاحتقانية الرئوية كيف بتصير أو العلامات الاحتقانية مشان أعرف أكسر هالدارة هاي في أثناء علاج قصور القلب. طبعاً نحن لما بنقول عن قصور قلب انقباضي معناته أو انبساطي، لكن انقباضي هو الأكثر أشياء.
معناته في عندي مشكلة في العضلة القلبية أثناء الانقباض، هذا سيؤدي إلى تجمع السوائل في أجواف البطين وعلى رأسها البطين في أجواف القلب وعلى رأسها البطين الأيسر. تجمع السوائل في البطين الأيسر سيؤدي إلى ضغط على مستوى الأذين اليسرى، ستحتقن الأذين اليسرى تتملى بالسوائل، سيؤدي ذلك إلى احتقان في الأوردة الرئوية الأربعة، بدرس الدارة، الدارة الاحتقانية. احتقان في الأوردة الرئوية الأربعة سيؤدي إلى ارتفاع الضغط الإسفيني الشعري على مستوى الرئة. ارتفاع الضغط الإسفيني الشعري سيؤدي إلى خروج السوائل من الأوعية إلى السائل خارج الخلوي أو في الوسط خارج الخلوي، بالتالي سيكون عندنا أعراض لوضمة الرئة أو متلازمة احتقانية. إذا كان عندي ارتفاع في الضغط الإسفيني الشعري، هذا يؤدي إلى ارتفاع في الضغط الرئوي أيضا، بالتالي راح يكون عندي قصور قلب أيمن، البطين الأيمن لا يستطيع أن يضخ الدم تجاه ضغط أعلى منه ألا وهو الضغط الرئوي، بالتالي راح يصير عندي قصور قلب أيمن. قصور قلب أيمن نجم بالآخر بالمحصلة عن قصور قلب أيسر بهالسيستم بهالدارة هاي. لذلك لازم أعرف وين الخلل لأساوي كسر بهالدارة هاي. فنحن بنقول يعني بشكل عام قصور القلب الأيمن من خلال هالدارة هاي، أشياء أسباب قصور القلب الأيمن هو قصور القلب الأيسر بحد ذاته. فممكن نقسم نحن قصور القلب إلى قصور قلب أيمن، قصور قلب أيسر، قصور قلب انقباضي، قصور قلب انبساطي، قصور قلب عالي النتاج، منخفض النتاج، قصور قلب حاد، قصور قلب مزمن. كلها إلى سيستم في التشخيص والعلاج. فلو قصور قلب عالي النتاج، لما يكون في عندي أعراض وعلامات قصور القلب لكن المشكلة ليست في العضلة القلبية بحد ذاتها، يعني في عندي مشكلة ثانوية وعلى رأسها فقر الدم الشديد أو فرط نشاط الدرق أو النواسير. لما أقول قصور قلب منخفض النتاج وهو الأهم الذي سنتحدث عنه وسوف نعرف كيف نعالجه، لما يكون في عندنا مشكلة في العضلة القلبية. أنا بقول قصور قلب منخفض النتاج، يعني منخفض النتاج ما شو معنى منخفض النتاج؟ يعني الكسر القذفي منخفض، الـ EF منخفضة. نحن بنعرف الـ EF هي تساوي حجم نهاية الانبساط الـ End Diastolic Volume ناقص End Systolic Volume الحجم نهاية الانقباض على حجم نهاية الانبساط. الـ EF الطبيعية من 60-70%. فلما بقول قصور قلب منخفض النتاج أو قصور قلب انقباضي مع كسر قذفي منخفض وهو الأهم، بنقول heart failure with reduced EF، هذا بالتحديد قصور قلب انقباضي، يعني عندي قصور مع قلوسية تحت الأربعين. ما بقول قصور قلب مع كسر قذفي سوي مع preserved EF، بالتالي عندي قصور قلب لكن من نوع الانبساطي، بالعادة هون بتكون الـ EF أكثر من 40 ما بين 50 و60. لازم أميز بين هالنوعين هدول مشان أعرف إشو أوصف العلاج المناسب. طبعا كوبائيات معروف إنه مرضى قصور القلب شائعة جدا، 6-10% من الأعمار فوق 65% عندهم قصور قلب، أشيع من الرجال عنه للإناث. إذا عملوا دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية شافوا أن حوالي 6 مليون شخص مشخص لديهم قصور قلب، رقم هائل. لاحظوا أنه سنويا عندهم تقريبا 700 ألف حالة أو 800 ألف حالة كل سنة، رقم هائل. 285 ألف حالة وفاة سنوية ناجمة عن قصور القلب. قديش التكلفة السنوية لعلاج قصور القلب؟ 40 مليار دولار. عم بلاحظ يعني تكلفة تعادل ميزانية دول، تعادل ميزانية سوريا ثلاث أضعاف، هي فقط في علاج قصور القلب، رقم بخوف يعني. ونحن لازم نعرف هالمرض هاد في أي مرحلة لأعرف كيف أتوجه وأعالج. لذلك ياريت ننتبه على القصور بشكل جيد. طبعا نحن كلياتنا بنعرف النيها
اللي بتشخص تصنيف جمعية نيويورك الأمريكية للزلة التنفسية اللي بتشخص قصور القلب كفحص سريري. فنيها 4 درجات. الدرجة الأولى المريض غير عارضي أو في عنده أعراض على الجهود الشديدة جدا، يعني بسوي ماتش طابي مثلا بصير عنده الزلة. المرحلة الثانية المريض عارضي لكن على الجهد الاعتيادي، غير اعتيادي آسف، يعني ركض. المرحلة الثالثة على أي جهد بسيط يقوم به، يعني جهد يومي مجرد أداء واجباته اليومية بيكون في عنده الزلة. المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة مريض وهو جالس على الراحة. حتى نحن بنشوفهم في المشافي مريض هو عم بحكي معك بيلقط نفسه بالزور، فهي نيها درجة رابعة. نحن بنقول مثلا النيها بنقول درجة أولى على الجهود الشديدة، درجة رابعة وهو جالس، درجة ثانية وثالثة، درجة ثانية مثلا بيطلع تلة بيتعب، درجة ثالثة بيمشي 200 متر بيتعب بشكل عام. طبعا هاي تصنيف النيها 4 درجات من الدرجة الأولى للدرجة الرابعة. التصنيف الأهم هو تصنيف الجمعية الأمريكية لقصور القلب الـ RCCF. لازم بس أحطهم في البال، الجدول كتير مهم وأنا ركزت عليه للسنة الرابعة وركزت عليه عنكم كمان وكان فيه أسئلة كتير يعني. فأنا لازم أعرف المرحلة لأعرف إيش أعطي العلاج المناسب في المرحلة المناسبة. لهذا علاج قصور القلب لا يتم بشكل عشوائي، لازم أشوف مريضي في أي مرحلة لكي أعالج. فأنت مثلا كطالب سنة رابعة أو سنة خامسة أو حتى زملائنا السنة السادسة لما بيجيهم مثلا مرحلة بي أو مرحلة سي دي يختار الأدوية المناسبة في هذه المرحلة. وأيضا لكم لازم تعرفوا المرحلة مع العلاج. فنقول المرحلة A في تصنيف قصور القلب مريض عنده عوامل خطورة عالية لكن بدون أي أذية بنيوية أو أعراض في فحص القلب. مثلا مريض ممكن عنده بداني، مريض ممكن عنده سكري، مريض عنده ممكن ارتفاع توتر شرياني، لكن عملنا إيكو ما شفنا أي مشكلة بنيوية على العضلة القلبية، ما في عنده أي أعراض لا في زلة ولا تيابية ولا اضطجاعية. هلا رح نشوف شهدنا الأعراض. المرحلة الـ A ماذا توافق من النيها؟ لا توافق من النيها أي شيء، نان. ياريت تنتبه على الجدول مرة أخرى. المرحلة B المريض في عنده خلل بنيوي في العضلة القلبية من خلال إيكو القلب، شفنا مثلا ثخانة في الجدر، سماكة، أذية صمامية، خلل بنيوي لكن ليس لديه أعراض أو علامات من قصور القلب. مثلا نحن بنقول كإسقاط عملي بنساوي إيكو لمريضنا، بنساوي نشوف الثخانة، ما ثخانة الحجاب بين البطينين الطبيعية 1.1 سم، بنعمل له يعني 2 سم، معناته في عندي داء بنيوي في العضلة القلبية لكن ما في عنده أعراض. هالمريض هذا ما بيشكي من أي زلة. ماذا توافق المرحلة B من النيها؟ توافق المرحلة A من النيها. النيها A يعني مريض على الجهود الشديدة لتصير عنده زلة. المرحلة C وهي الأكثر ما بنشوفها في مرضانا، مريض في عنده داء قلبي بنيوي بالإضافة في عنده أعراض من قصور القلب. المرحلة C ماذا توافق من النية؟ توافق المرحلة A. ممكن يجيك مريض A على الزلة الشديدة لكن يكون عنده مرحلة C من تصنيف قصور القلب. ممكن توافق بالنيها درجة ثانية وممكن توافق درجة ثالثة. أغلب مرضانا بيجوا في المرحلة B و C والأشياء في المرحلة C. المرحلة D مريض معند على العلاج، هذا مريض غير قادر أنت أنك تضبط الأعراض والعلامات أو تحسن المريض. أصف مريض هذا معند، مرحلة هي الأخطر شيء، وهذا تفشل أغلب العلاجات الدوائية في ضبط الأعراض. برجع أقول أنت كطبيب لازم تصنف A B C D. ما هي مهمتك؟ أنا لما بيكون عندي مريض في المرحلة B لازم أعطيه الدواء المناسب في هذه المرحلة بحيث أحافظ على هذه المرحلة أو أرجع المريض لمرحلة A. ممنوع أخلي المريض يتطور للمرحلة C. هذا دور الطبيب اللي بيشخص ويعالج بشكل مثالي. إذا كان في المرحلة C لازم أحافظ على هذه المرحلة، أضعف الإيمان والأفضل أن ترجعوا للمرحلة B من خلال علاج دوائي مناسب. إذا إن مرحلة D من قصور القلب، وأنا حكيتها دائما للزملاء،
المرحلة دي توافق مريض سرطان منتشر. تخيل المقارنة الكبيرة، إنه عندك مثلاً سرطان بروستات منتشر للرئة، فقديش تعطيه البقية؟ تعطيه البقية 6 أشهر على الأقل. المرحلة المتقدمة دي بصراحة للأسف توافق مريض سرطان منتشر. بس بدي أرجع أقول الصوت واضح ما هيك؟ بس تعطوني إشارة. والسلايدات واضحة؟ أي حكيم آسيا؟ تماماً. طيب شو هي الأسباب؟ أن قصور القلب يعتبر المرحلة النهائية لجميع الأمراض القلبية. شو ما شلفت بيطلع معك هي الأسباب، لكن على رأسها بهمنا أمراض الشرايين الإكليلية الـ ICS تشكل 65% من أسباب قصور القلب. يعني أنت إذا كان عندك اعتشاء عضلة قلبية ستيم وإنستيم وما عالجته في الذروة في المرحلة الذهبية، فهذا سيتطور 100% إلى قصور قلب، رح يؤدي ذلك إلى موت في العضلة القلبية. أمراض الصمامات، الاعتلالات، إيش بدك حط؟ طب أنا إيش هدفي من العلاج؟ لازم أحسن البقية، لازم أخفف الدرجات مثل ما قلت، وأخفف الاستشفاء. قصور القلب وأحسن نوعية الحياة. فأنا لازم أعرف أي مرحلة وإيش أنا أشتغل عليها. طبعاً كديفينيشن أقل من 40 مع أعراض وعلامات، بينما هارت فيرر ودبير دكتور راح الصوت.
السلام عليكم. آسيا رجعتني المشاركة بعد إذنك. وعليكم السلام. إيه تمام حكي مشاركة. بس آخر السلايد وين كان عندكم؟ أنا انقطع من عند النت وما شفت آخر سلايد. كنا عم نحكي آخر شيء أهداف المعالجة. أهداف المعالجة يلا بعيد. واضحة الشاشة مو هيك؟ إيه واضحة. واضحة الشاشة. إن الأهداف، أنا بعتذر شوي انقطع النت عنا بالمشفى. الأهداف لازم أنا مثل ما قلت أحسن البقية، ولازم أعرف مين الأدوية التي تطيل البقية، ولازم أخفف من درجات القصور، والأفضل من ذلك إنه أنا ما أخلي المريض يتطور لمرحلة قصور متزايدة. مثل ما قلت، إذا كان عندي قصور مرحلة C لازم أرجعه لمرحلة B، أو أحافظ على المرحلة C أضعف الإيمان، ولازم أخفف من الاستشفاء أيضا في المشفى. طبعا هيك تصنيفات قصور القلب حسب الاي اف، مجموعه من التدابير والتشخيص اللي لازم احطها في البال. ممكن انا بساوي اي سي جي، ممكن اساوي ايكو، ممكن اسوي اكس راي، ممكن اسوي تحاليل دم روتينيه، وعلى راس التحاليل لازم اطلب الخضاب الجلوكوزي، واطلب ايضا تحليل ترانسفيري مع الحديد. لكن بيهمني اكثر شيء بهالتحاليل بدي اطلبها هي البي ام بي. البي ام بي هو البيبتيد المدر للصوديوم الدماغي. طبعا البي ام بي حاليا نحن في بعض المرضى بنبعثهم كتحليل على تركية متوفر، يعني وهو وسيلة سريعة في تشخيص قصور القلب، ليس فقط في تشخيص قصور القلب، له مجموعة من الفوائد رح نذكرها هلا لازم نحطها في عين الاعتبار. اذا هو عبارة عن هرمون يفرز من خلايا القلبية وخاصة البطينات كاستجابة لارتفاع الضغط في نهاية الانبساط. يرتفع تركيزه المصلي في قصور القلب العرضي واللا عرضي، بالتالي له دور تشخيص كبير لما يكون مريضنا لا عرضي. يدل ارتفاعه في قصور القلب واحتشاء العضلة القلبية على سوء الإنذار. يعني أنا إذا كان عندي مريض عنده قصور قلب مرحلة C وعملت له البي ام بي وطلع الرقم فوق 400، فهذا إنذاره سيء، أو كمان بيرتفع في احتشاء العضلة القلبية. له مشتق وريدي يسمى نيتريسايد، وله نستريد آسف، وله مشتق آخر هو البرو بي ام بي انتيرمان انتريمينال بي ام بي، والقيم هلا راح نشوفها. ايش بيساوي دور البي ام بي؟ يثبط جملة الودي وجملة الراس والاندوثلين، وهي الجمل كلها رافعة للضغط، فبالتالي بيكسر من آلية رفع الضغط. بالتالي هو مدر ببتيد، مدر البول، مدر للصوديوم خافض الضغط. دور البي ام بي كتشخيص، تشخيص هام كبير في قصور القلب. أنا لازم أحفظ شوية القيم هذولة. القيمة الطبيعية هي أقل من 100 بيكوغرام في الملي، القيمة أكثر من 400 مشخصة لقصور القلب، تمتلك حساسية ونوعية عالية. أقل من 100 يكون السبب غير قلبي، لكن بين 140 لازم أفكر في الأسباب الأخرى سواء كانت رئوية أو قلبية. فإله دور تشخيصي كبير، وخاصة إذا كان الرقم فوق 400 بيكوغرام. له دور تقييمي ايضا في حدوث انكسار بالمعوضه. فانا ممكن مريضي بعالجه في قصور القلب انكسرت المعوضه، بطلب له بي ام بي طلع عالي، فبيقيم اذا كانت انكسرت المعوضه. وله كمان باعتبار له مشتق دوائي، فهذا له فعاليه دوائيه جيده. له دور انذاري، القيم العاليه منه ترتبط بمشكله كبيره في قصور القلب، والحوادث القلبيه بتزداد ايضا، والاستشفاء والوفيات ايضا تزداد، حتى ممكن الوفيات الدماغيه والاي سي اس ايضا. فانا لازم اسحب تحليل البي ام بي لكل المرضى هلا في الدول المتقدمه، بيسحبوا البي ام بي وبيشخصوا من خلاله. طبعا هلا انا كيف بدي اشخص قصور القلب؟ لازم يكون في عندي عوامل خطوره واعراض، وفي عندي مشكله في الاي سي جي سواء كان في ضخامه اجواف يمنى او يسرى. اطلب البي ام بي، اذا كان البي ام بي
مثلا اكثر من 400 فهذا مشخص لقصور القلب، ممكن اذا ما كان عندي ايكو، لكن الايكو هو المشخص المعياري في قصور القلب. ملاحظين اذا كان البي ام بي منخفض فاعتمد على الايكو مباشره. هي بس كلمحه فيزيولوجيه ولمحه امراضيه عن قصور القلب. طب هلا راح ندخل بمحاضرتنا نحن الاهم، العلاج الدوائي. طبعا ايش هو انا هدف المعالجه؟ لازم مثل ما اخفف الاعراض وابطئ من تطورها واحسن واطيل البقيه. طبعا انا لازم اشتغل على مجموعه كبيره من الادويه اللي بتشتغل على القلوسيت العضله القلبيه، بتشتغل ايضا على هيكليه العضله القلبيه وانقاص السوائل وكسر الودي ايضا والتاثير على جمله الراس. فعندي كورس كبير من الادويه لازم افهمها شوي شوي. الاستراتيجيات، انا طبعا قبل ما ادخل باي علاج قصور القلب مثل ما قلت لازم احدد المرحله، لازم اغير من علاجي ما بين مرحله الى اخرى، اشوف مريضي ايش مثلا عم يترافق باعراض، مثلا اعراض اضطرابات في النظم لازم اعالجها، مثلا في عندي مشاكل في الخثار، مريضي مثلا ما بيلتزم بالدواء، مريضي مثلا عم بياخذ ادويه تفاقم قصور القلب كما في حاصرات الكلس، عم ياخذ كحول، انسايتس، ادويه، كلها لازم اركز عليها واختار الدواء المناسب في الحاله المناسبه. طبعا في عندنا جدول هذا كثير لازم نركز عليه، مثلا اذا كان مريضنا عنده منيها درجه اولى مثلا ايش هو الدواء المفضل، يعني مثلا الايس مثلا بعد احتشال عضله قلبيه دواء جيد ونوعي حاصر بيتا ايضا ممكن يعطى، مثلا منيها درجه ثانيه ممكن اضيف الايس مع المدرات، ممكن أضيفه حتى مع ديجوكسين وخاصة لما يكون في عندي رجفان أذيني، هذول القلق لازم أنتبه عليهم، لكن نيها متقدمة ممكن أضيف أكثر من علاجات في قصور القلب. خلينا نبلش بأدويتنا. طبعا احنا حكينا على الأدوية بما فيه الكفاية من محاضرة الضغط، لكن لابد لنا نعرج على الأدوية الأساسية المستعملة في قصور القلب. في أدوية حديثة أيضا لازم ننتبه عليها. طبعا المدرات، مدرات أكيد مدرات العروة اللايزكس بستعملها لما يكون في عندي أول شغلة أعراض احتقانية. طبعا إحنا بنعرف المدرات العروة وين بتأثر، بتأثر على الثيك أسيندج من اللوب أوف هينلي، فتثبت عدم امتصاص الصوديوم والكلور والبوتاسيوم، بالتالي ايضا كالسيوم ومغنيسيوم باعتبار انه تطبط الكارير الرباعي الموجود على الثيك اسيندج من عروه هالي. طبعا لازم انا مع المدرات اخفف الملح اقل من 2 جرام في اليوم. الدواء المشهور عالميا هو اللايزكس، الجرعه من 20 الى 120، طبعا في عندنا هامش امان كبير حتى ممكن نعطي 240 ملي جرام في اليوم. ممكن انا اعطي مدرات عروه وما بتفيد في العلاج او الاضرار بيكون قليل، ممكن اعطيها مع مضر تيازيدي فيكون بيناتهم تآزر، وهالشيء حكيناه بمحاضره الضغط. اسف. المضر التيازيدي بنعطيه قبل نص ساعه من مضر العروه صباحا فبيحسنه. طبعا ممكن اعتمد على مضرات العروه الافضل والاحسن والاغلى ثمنا، وعلى راسها مثلا التورسيمايد موجود عندنا، التورسيمايد ممكن أنا حتى أعطي دواء البوميتانيد، كمان دواء من الأدوية الحديثة. ميزته أنه مثلا صحيح سعره غالي لكن توفر الحيوي كبير، وأيضا ما بتأثر على مضادة للتليف، بالتالي يقلل من حبس الصوديوم. طبعا راح نحكي على المدرات وكيف نستعملها في آخر الحلقة من محاضرتنا. المدرات التيازيدية لها دور ايضا في علاج قصور القلب، لكن احنا الا المعيار الاساسي في علاج قصور القلب مع ارتفاع توتر الشرياني. فان مدرات العروه كعلاج قصور القلب مع المتلازمه الاحتقانيه نقطه، بين المدرات التيازيديه مع ارتفاع التوتر الشرياني. طبعا اثارات جانبيه مثل ما حكيناها كثيره في محاضره الضغط، طبعا بتأثر على مستوى عدم امتصاص الصوديوم، على مستوى الأنبوب البعيد الديستال، في القسم الأول من الديستال بتأثر على الكارير الصوديوم والكلور. مضادات الألدسترون أيضا سبيرونولاكتون والإبريلينون
طبعا أدوية أيضا لها دور كبير في العلاج، لازم أحط بعض النقاط إمتى أنا بستعملها. مثلا لما يكون مثلا عندي قصور قبل قصور قلب انقباضي، بركز لما تكون الـ EF أقل من 35% وأنا استعملت الكورس العلاجي من مدرات العروة أو مع الإيس والبيتا بلاكر، لما أستفيد من تحسن الأعراض أو أحافظ على المرحلة. لذلك لما تكون الـ EF متدني أكثر من 35 وأنا استعملت كامل العلاجات الماضية لكن النيها بعدها مستمرة ونيها أكثر من 2 وأكثر، بالتالي أنا ممكن أضيف مضاد الألدسترون اللي هو السبينولاكتون. طبعا تأثيرات الجانبية أيضا حكيناها. الإيس أيضا من الأدوية تعتبر الخط الأول لما يكون عندي سوء وظيفة بطين أيسر سواء كان عرضي وغير عرضي. طبعا هي موسع شرياني ووريدي بتأثر على البريلود والأفتر لود، لها دور كبير في علاج قصور القلب، أيضا لها دور كبير في تقريبا الاستشفاء وإطالة البقر، نحكي عليهم في نهاية المحاضرة. تأثيراتها الجانبية أخذناها كلها في الضغط ومضادات الاستطلاب، يا ريت أركز على الحمل وتضيق شريان الكلوي ثنائي الجانب وارتفاع الكرياتينين والبوتاسيوم، يا ريت ما أنسى هنا دولي. الأربس نفس الميزة للإيس، ما في أي مفاضلة ما بين الأربس والإيس مطلقا. حاصرات بيتا، إن حاصرات بيتا كانت في يوم من الأيام تعتبر مضاد استطباب لكنها تعتبر الخط الأول حاليا في علاج قصور القلب في مراحله المتقدمة. طبعا نعرف أن حاصرات بيتا شو عنا، حاصرات بيتا واحد وبيتا اثنين نوعية وغير نوعية، كمان أخذناها في محاضرة قصور القلب بشكل جيد. أكثر الأدوية المستعملة في قصور القلب هي الكارفيدلول حاصر بيتا وألفا البيزيلول والميتوبرولول ساكسينات. في عنا نوعين من الميتوبرولول بيجينا نحن هلا، في عنا ميتوبرولول طرطرات وساكسينات. بي بلاك هو الدواء كتير جيد لقصور القلب، بيجينا بالكنترولات حاليا من تركيا. في عنا نيبيبيلول ايضا، طبعا نحن بنستعمل كتير الكارفيدلول للأمانة نوعي في علاج قصور القلب. طبعا في عنا دواء ايضا ايفابرادين أخذ موافقة الجمعية الأوروبية الجمعية الأمريكية الدوائية الـ FDA. طبعا هو مثبط قنوات اليود على مستوى العقدة الجيبية الأذينية. طبعا في عندي استطباب له، إمتى أنا بعطي الإيفابرادين؟ لما يكون عندي أعراض متقدمة، ورغم أنه استعملت كامل الكورس القديم مع الألدسترول لسه الـ EF متدنية، بشرط برجع أركز على الشرط إن ريت أكثر من 70 وأنا استعملت البيتا بلاكر للجرعة القصوى. يعني أنا مريض عنده قصور قلب، أبعطيه مثلا إيس، أبعطيه مثلا بيتا بلاكر بيزيلول بجرعة 5، رفعت للعشرة، أعطيت مضاد ألدسترون ولسه مريضنا عم بيلهث، لسه مريضنا تعبان، معلم البيتا بلاكر أنا رفعت العشرة، مريضنا في عنده زلة، أعراضه لسه عم تتقدم وعنده الريت عالي، وأنا بيهمني بالقصور لازم أحافظ على ريت منخفض، فبالتالي بضيف الإيفابرادين جرعة من 5 إلى 7.5. يعني جيد كتير، نحن بنضيفه بصراحة بنستعمله. أركز بس على الكلام هذا، إمتى بضيفه أنا، وهالشي هذا حكينا للسنة الرابعة أيضا، إمتى أضفت الألدسترون أنا مضاد الألدسترون سبينولاكتون، لما كانت الإيف أقل من 35 معلم استخدمت الكورس كامل لكن ما طلعت على الريت، بينما بالإيفابرادين أنا بس أضبط الريت، أبعطي بيتا بلاكر والجرعة عالية للجرعة القصوى لكن مش مريضنا مرتاح، الريت بعده عالي والإي إف ما عم تتحسن. طبعا من الأدوية اللي بنستخدمها أيضا هي الديجوكسين مقويات العضلة القلبية. ديجوكسين أيضا يحسن الأعراض ويخفف الاستشفاء، لا يطيل البقي، راح كان البقي هلا بشكل كامل، هلا بيذكرني اسماعيل بيقلي كمان حكيت عن البقية. طبعا انت انا بضيف الديجوكسين كنقطة معيارية ممتازة، انا بضيف الديجوكسين لما يكون في عندي قصور قلب مع رجفان أذيني، او ممكن استعمله كخط علاجي اخير مع استخدمت كل الادوية ما تحسن، لازم انتبه على اعراض كتير للديجوكسين. هعلق شوي على الديجوكسين
وين بيشتغل مثلا ديجوكسين. فإذا مثلا آلية تأثيره بيزيد القاروسيت العضلة القلبية، ممكن يستعمل خط أول كمقوي للعضلة القلبية، لكن إذا ترافق مع رجفان أذيني، هو الأحرى إذا ترافق مع رجفان أذيني. أكثر الأدوية هي الديجوكسين والديجوتوكسين. الوبائين أنا ما شفته، وبائين ما شفته، الديزلونيزيد كمان ما شفته بصراحة، ما استعمله، لكن هذول النوعين الأول مستعملين بكثرة. طبعا أكثر استعمالا في الولايات المتحدة، رخيص، هامش أمانه كويس، يطرح معلم حتى إذا كانت عندي قصور كلوي لا تتخوفوا، يعني إذا كان الكرياتينين أقل من 2.5 لا تتخوفوا بوصفة ديجوكسين. ميزة الديجوتوكسين أنه نصف عمره الحيوي أطول، بيأثر على تطبيق صوديوم بوتاسيوم آتيباز على المضخة، يعني اللي بتقوم بإدخال شريط البوتاسيوم 2 وإخراج 3 شوارع الصوديوم، بالتالي بيزيد من القلوسيت العضلة القلبية وبيدخل شوارد الكالسيوم أو بينظمها بالأحرى أكثر. تأثيراته لازم شوي يركز إنه بيزيد القلوسيت العضلة القلبية. ممكن يعطيني تأثيرات جانبية، أنا هي حبيت أضيفها، خاصة بالجرعات العالية بيزيد بيزيد مثلا مسافة بي آر وزيد البي بي بعدها، بيطاول بينقص من الكيو تي، أيضا مشوف انقلاب موجة تي، معقد كيو آر إس بالعادة بيكون ضيق، موجة تي بتكون مقلوبة، انزياح إس تي نحو الأسفل نحو الأسفل، ممكن يسبب لي بطء أيضا وبقلب شديد، ممكن يسبب لي بطء بعودة الاستقطاب، عدم انتظام، لذلك في عندي سمية بالديجوكسين ونحن كنا بنعالجه بإعطاء الترياق النوعي له. طبعا العلاج حيطل لك إياه بخط عريض وواضح، قصور القلب المترافق مع رجفان أذيني، إذن هو يعتبر الخط الأول لما يكون عندي قصور مع الأفيب بركز عليه. طبعا له تأثيرات جانبية كثيرة ما بتهمنا، أشوف التأثيرات الأخرى، ممكن يسبب نقص في البوتاسيوم وبيزيد الصوديوم وبيزيد الكالسيوم وبيسبب نقص في المغنيسيوم، له اضطراب شاردي كبير أيضا. الموسعات الوعائية ما راح أركز عليها كثير، راح أخذ فقط الهيدرالايزين. الهيدرالايزين هلا بدي أحكي على الهيدرالايزين، سلايد طلع لبعدين بصراحة. طيب راح احكي شوي على الساكوبتريل، دواء جديد طبعا والكل بيعرفوه، وعباره عن طليعه دوائيه تتحول الى شكل فعال في الكبد، تميز بانها تثبط النبريلزين، الامر الذي يؤدي الى زياده البيبتيدات التي يتم استقلابها بهذا الانزيم مثل البيبتيد الطارح للصوديوم الام بي. فبالتالي هو موسع وعائي، بيزيد من اطراح الماء والصوديوم، بيزيد الجريان ويزيد رشح الكبد جي اف ار، ويثبط الرينين وينقص الفعاليه الوديه، وله تاثير معاكس للضخامه القلبيه والتليف. ملاحظين انه تاثيره كثير رائع. شاركوه حاليا ساكوبتريل مع الفالزارتام في دواء معروف هو الارني، كان له دور كبير في الدراسات الحديثه في علاج قصور القلب المزمن، واخذ كلاس واحد بصراحه، خط أول يعني ممكن نحطه. هذا هو الفالزارتان مع الساكوبتريل، الجرعات موضحة قديش بنعطيه بالتدريج، حتى ممكن 50 و200. طبعا مضادات استطباب له ممكن تحسس وما بصير أشاركه مع الإيس الثاني، لازم أخذه قبل 36 ساعة، يجب احترام هالفترة هاي، يعني ممنوع أنا أضيف مثلا مريضني عم بياخذ علاج قصور قلب محطوطة على الإيس وأنا بدي أضيف الأرني، لازم أوقف الإيس قبل 36 ساعة من مشاركته مع قبل إضافة الأرني. ممكن يسبب هبوط ضغط وفرط البوتاسيوم وسعال ووزمة نوادر، يعني هذا دراسة حديثة عن الساكوبتريل الفارزارتان. في عندي الدواء لازم أحطه في الباء أيضا، الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 إنهيبيتورز،
كمان هذا مرتبط لقنوات الصوديوم والجلوكوز الموجودة على مستوى التبيول، وخاصة في البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، له دور في قصور القلب، وخاصة لما تكون الـ AF منخفضة، سواء كان في سكري وما في سكري. طبعا هو لعلاج مرضى السكري. في عنا الدوائين الدابغليفلوزين والإمباغليفلوزين، وصراحة مستعملين حاليا بكثرة في علاج قصور القلب حتى إذا كانت الـ AF محافظة، يعني فوق الأربعين. آخر العلاجات ممكن أنا بساوي مثلاً ACD ولا CRT، ممكن يعني أحط نزع رجفان المزروع ضمن العضلة القلبية ACD وممكن CRT. طبعاً لما يكون ACD والCRT لما يكون في عندي قصور قلب انقباضي EF متدنية واستعملت كامل علاجات، لكن مريضنا لما يتحسن وكان في عنده الQRS مركب وعريض، بينما CRT لما يكون الQRS عريض أكثر من 150، وخاصة يعني لما يكون في عندي ليفس باندل، يعني شوي ستاتينات أسبرين شوارج على ثانوية. طبعا أنا بدي تقريبا رح أخلص المحاضرة، مش طويلة، بس أنا بدي أحط الكورسات العلاجية، خلينا بس نركز في آخر المحاضرة، هو لب المحاضرة. بس بدي أشوف إنه الصوت مسموع مو هيك يا شباب؟ أي دكتور مسموع الصوت. يلا طبعاً هلأ أنا بقى هون عندي ذرة المحاضرة. مريضي لما بيكون في المرحلة A، أنا قلت المرحلة A هي عبارة عن أعراض ما في، علامات ما في، داء قلبي بنيوي ما في، لكن المريض عنده عوامل خطورة عالية. فأنا شو هدفي من العلاج هذا؟ أضبط عوامل الخطورة فقط. فلذلك لما تجيك أي مسألة سريرية، الحكي لطلاب السنة السادسة، طلاب السنة الرابعة أكثر من الخامسة، الخامسة راح يكون عندهم أكثر شيء دوائي، لكن بحطها في البال. فهالمرضى هذول لازم أنا أضبط عوامل الخطورة فقط. مريض عنده ضغط، أضبط الضغط. مريض عنده بداني، أخفف بداني. مريض عنده مشاكل سكرية، أضبط. مريض عنده داء إكليلي، أضبط الداء الإكليلي. مريض عنده مشاكل درقية، أضبط العوامل الدرقية. فأنا فقط أضبط عوامل الخطورة. طبعا إذا بتدخل أدوية في المرحلة A، المرحلة A أفضل ضابطات الضغط، وأغلب مرضانا لما بيجي قصور قلب في المرحلة A يكون عنده مشكلة ضغط، أفضل الأدوية في علاج المرحلة A هو مدرات التيازيدية مع الإيس، تعتبر الخط الأول. هل ممكن إضافة بيتا بلاكر؟ ممكن إضافة بيتا بلاكر. ملاحظين أنه أنا ما ضفت مدرات العروة، إيش بدي فيه؟ لأنه ما في عندي متلازمة احتقانية. ملاحظين ما ضفت أنا لا سبينول لاكتون ولا ضفت إيفابرادين ولا ديجوكسين، لأنه لما يكون عندي أي إي إف متدنين المرحلة الأولى ما في عندي أي أعراض وعلامات. المرحلة بي صار عندي داء قلبي بنيوي، داء قلبي، لكن ما في عنده أعراض بالتحديد. العلاجات المفضلة ممكن إيس، أربس، بيتا بلاكر، مضاد الدسترون، كلياتهم تأخذهم بنفس الكلاس. يعني الكلاس الأول إذا قلت إيس أو أربس أو بيتا بلاكر أو مضاد الدسترون يجوز. ممكن أرني يجوز، ممكن إمبا أيضا يجوز في هذه المرحلة. إذن كلها تعتبر خط أول، لكن المرحلة مثلا البي، مثلا الإيس أو الأرني أخذ خط أول، ملاحظين أنه أخذ الأخضر كلاس 1، أخذ البيتا، أخذ الألدسترون، أخذ الدابة أو الإمبا، وحتى ممكن مدرات العروة ممكن نحطها في الخط الأول. كل الأدوية بعتبرها خط أول في هالمرحلة، ما بتخوفني عندي. طب إذا كان عندي المرحلة بي طورت للمرحلة سي، صار عندي داء قلبي مع أعراض وعلامات الـ EF انخفضت، إذا كانت الـ EF أقل من 35 وأنا استعملت كامل الكورس هاد لكن ما استفدت منه، ممكن مثل ما قلت أضيف سبيرونلاكتون. إذا كان في عندي الـ EF متدنية أكثر واستعملت بيتا بلاكر للجرعة العالية ومش مسيطر على الأعراض والريت بعده أكثر من 70، أضيف الإيفابرادين. طيب أنا خلص وصلت للمرحلة القصوى من العلاجات، ممكن أعطي أدوية أخرى، ممكن أعطي شيء بعض سواء كانت ACD مثلا أو CRT، يعني زرع بطارية ضمن أجواف العضلة القلبية.
طبعاً هل الأدوية هاي لازم أشوف إيش هي الأدوية اللي تستعمل في خط أول وإيش هي الأدوية اللي بتطيل البقية؟ طبعاً لما بقول ASR بتطيل البقية، بيتا بلاكر بتطيل البقية، سبينولاكتون بتطيل البقية، دابا إمبا بتطيل البقية، مدرات العروة لا تطيل البقية، إيفابرادين لا يطيل البقية، ACD وCRT لا تطيل البقية. ركز لي على هذول رجائع من كل زملائنا وخاصة طلاب السنة الرابعة، إيش هي الأدوية اللي بتطيل البقية وبتقلل الاستشفاء؟ هاي المرحلة C استعملنا الأرني والإمبا والبيتا والأرز والإيس مدرات العروة والسبيرولاكتون والإيفابرادين كلها، حتى ممكن نوصل بقى آخر شيء للهيدرالايزين الموسعات الوعائية. ممكن نعطيه يعني كمراحل متقدمة، يعني لما يكون في عندي رجفان أذيني بركز دشتة لا يعتبر خط مفيد جدا. طبعا هاي كلاس واحد إيش أخذت لما تكون الإي إف متدنية، الإيس أخذت خط الأول، بيتا بلاكر أخذت خط أول، الإمر آ أخذت خط أول، دابا أخذ، والأرني أخذ خط أول، كل ياتن يعتبروا خط أول لما يكون إي إف متدنية. طبعا نفس الحكي لما بتكون الإي إف متدنية كمان الجمعية الأوروبية الإي سي إس أحطت كل الأدوية اللي ذكرناهم سابقا يعتبروا كخط أول. طبعا هي الأدوية مع الجرعة الهدف وجرعة الأولية، قديش تعطي جرعة أولية وقديش توصل لجرعة الهدف. مثلا أنا بدي أعلق مثلا على الكابتوبريل إيس، نحن بالعادة الكابتوبريل بنعطيه بجرعة 6.25 ميلي جرام في اليوم، توايس يعني مرتين في اليوم، أوصل للجرعة هاي البدئية، أوصل لجرعة الهدف مثلا لخمسين، الجرعة الهدف بعد شهر، يعني أنا بوصل بالأسابيع الأولى بجرعة منخفضة جرعة الهدف بعد شهر. مثلا دبلش بالأرني أعطي مثلا جرعة 49 إلى 51 وبيجي 24 إلى 26، أوصل حتى جرعة 97 على 103، يعني أوصل لجرعات متقدمة 4 حبات في اليوم. مثلا داخل بالمضادات الألدسترون اللي MRA سبيرولاكتون ببلش بجرعة 25 ببلش حتى أصل الخمسين. خلينا نشوف الدابة 10 بـ10، لاحظين إنه الدابة هي جرعة واحدة والإمبا جرعة واحدة ما تغير معنا. يعني الجدول هذا لطلاب السنة الخامسة أنا تقصدت أنزله مشان تعرفوا قديش نعطي بالتارجت نعطي بالستارتينج. يا ريت ركزوا لي عليه. الأدوية المهمة مثلا كابتوبريل إنابريل رامبريل، هذول الثلاثة بدي اياهم منك، والأرني أكيد، البيتا بلاكر كلياتهم، السبيرونلاكتون تحط لي اياها في البال، الدابا والإنبا، مسكان ديزارتين لوزر فالزارتين تحط لي اياها كمان، جرعة هدف 40، جرعة صيانة تارجت 160، إيفابرادين 5 × 7.5، ديجوكسين 6.25 ميكروغرام ب 250 ميكروغرام. هذول اللي بدي اياهم تحفظهم، 1 2 3 4 5 10 13 دواء ما بدهم شيء، يعني الجرعة الأولية وجرعة الصيانة التارجت. المرحلة دي لسوء الحظ هي المرحلة معندة على العلاج، يعني ما في شيء نوعي لهالمرحلة هاي. هاي محاضرتنا اليوم، أي سؤال أنا جاهز. طبعا أنا اختصرتها من كتابكم، طبعا هي محاضرة طويلة بكتابكم لكن أنا اختصرتها كتير، أعطيت اللب طلاب السنة الرابعة رح ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا وين ركزنا الأساسيات. حكيم شادي مساك، بس حالي نحن طلاب الخامسة يعني مطالب مننا إجراءات بشكل كبير. يعني إيه أنت اسمك طلاب طالب سنة خامسة واسم مادتك مداواة، يعني كلها أدوية. أنا ما يعني هني إذا ملاحظين إنه أنا حاولت إنه أعطي أدوية الضغط وأدوية القصور وربع لأنه أدوية واحدة.
والجرعات هي واحدة والأسماء هي واحدة والآثار والتأثيرات الجانبية والاستطبابات واحدة. لذلك بالقلبية كلها عندنا 16 دواء. 16 دواء بتوقع أنه مش صعبين على طالب سنة خامسة. على طالب سنة رابعة أنا ما فيني أركز عليه بهالجرعات هاي، لا أنا بدي أعطيك كورس علاجي واحد اثنين بس. إلك سنة خامسة اسمها مداواة سريرية، سنة سادسة لازم يحفظها مثل اسمه. طبعا في طلاب سنة سادسة عم بسجل المحاضرة كمان، وأنا قلت لهم بيركزوا لي عليها على المزبوط. هني عندك هالجدول الأخير حطه قدامك، صبح فيه هيك كم يوم بيطلع خالص. عفوا دكتور، هذا محاضرة للطلاب السنة الرابعة وللخامسة وللسادسة. ما فهمت عليك. أقول هاي المحاضرة يعني لمن أنت هلأ المحاضرة هاي موجهة للسنة الخامسة بالتحديد، لكن السنة الخامسة مطالبين بالجرعات لأنه مادة اسمها مداواة سريرية، ما راح نطالبهم بالفيزيولوجيا. لكن السنة الرابعة نحن نطلبنا بس مطالبين بالآلية والأمراضيات بدون جرعات. السنة السادسة مطالب بكل شيء. تمام دكتور، يعني بالنسبة لنا نحن كطلاب خمسة يعني مهمتنا بس أدوية، يعني بس بكفي أدوية مع الحالة المرضية. أنا بقول لك مرحلة سي أدويتها 1 2 3 4، أعطيني جرعة مثلا وسمح لك بعطيك إمبا، بقول لك جرعة الهدف 80 وجرعة الصيانة جرعة البدء 10 وجرعة الصيانة 20 اللي غلط. عرفت شلون؟ أيوة تمام دكتور. هلا بس كأني في المقرر الموجود عندنا شوي يعني مختصر شوي، ولا هون عندك مختصر أكثر؟ لا أنا اختصرت أكثر يعني. تمام دكتور يعطيك العافية. المحاضرة سهلة، نحن أخذناها السنة الماضية بالقلبية لكن يعني شوي إعادة معلومات فقط، والنزل الجديد فقط الجمعية الأوروبية إيش نزلت. طلاب السنة الرابعة، لا طلاب السنة الرابعة راح نطالبهم بالإمراضيات أكثر، بالحالات السريرية أكثر. هلا لكم أكيد رح يجينا قصور قلب، رح يجي سؤالين أو ثلاثة من بعض النزل، من بعض السؤال ممكن يجيك مرحلة بي ومرحلة سي، على أغلب يجيك يا بي أو سي أو ممكن بي وسي. رح أعطيك أدوية وتقول لي شو الأدوية البطيلة البقية مثلا، سؤال عليها. بيجيك سؤال آخر مثلا أديش الجرعة، بيجيك مثلا إيش تأثير بس التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية. سهلين سنة الخامسة ما في عندهم صعوبة، وأنا السنة الخامسة برجع أقول يعني مجرد هيك مداعبة طبية لا أقل ولا أكثر. هو دكتور الصراحة وشفنا أنك فتحت محاضرة من محاضرات السنة الرابعة الصراحة تخوفنا شوي، يعني نحن بالزور حتى رفعنا المادي هالمقرر. أنا برجع أقول حتى على الكلام السنة الرابعة مريت على السريع، ما يمكن ملاحظين لكم السنة الخامسة. إيه صح دكتور مظبوط. في سياق المحاضرة أنا ما توسعت كثير، مريت بسرعة. الدكتور عبد جمال باقي نظامي لو زرنا نجحنا. ايش نجحت وسنة يا شباب؟ القلبية سنة ثالثة وسنة رابعة وسنة خامسة في وسنة سادسة، يعني السنة الثالثة تجي معلومات فيزيولوجية، وهلا عندي شباب السنة الثالثة صاروا سنة رابعة تقوي بالفيزيولوجيا، هلا تجينا امراضيات شوي دوائيات، انتو خامسة عنكم دوائيات. لازم طالب يوصل للسنة السادسة يكون عنده قلبية، يعني مادة تعتبر مو أساسية له، ثانوية من كثر ما بعيد المادة والمحاضرة. هن 7 محاضرات رئيسية أو 8 و4 هامشيات يعتبر. لازم أوصل أنا طالب السنة السادسة أخرج طبيب لما يدخل على إسعاف، أنت داخل على إسعاف رح يجيك احتشاء، رح يجيك قصور، رح يجيك اضطرابات نظام. لازم تعرف يعني أنت ما اسمك طبيب قلبي، اسمك طبيب عام تعرف توجه فيها. لازم يكون عندك من سحب التخطيط هيك تعرف كيف الشخص تعطي الدواء مباشرة بدون الرجوع لأي طبيب. وفي عنا طلاب ما شاء الله هلا بإمكانيات كويسة بالقلبية، وكل البركة فيكم لا تخوفوا. تمام دكتور أعطيك العافية، وأنت كمان دكتور يعني شوي يعني لا تجور علينا كثير يعني بالأسئلة، يعني والله الصراحة يعني أسئلة السنة الرابعة كانت علينا سم الصراحة، ما يهيني طول. أنا السنة الرابعة، السنة الخامسة أنا
يا انا بدي ابرك بالقاعه عنكم، بدي اعطيكم المحاضره بالقاعه، بدي اتحدى واحد يقول لي السنه الخامسه السنه الرابعه كانت القلبيه صعبه. كل الطلاب اللي دخلت على القلبيه كانت مستمتعه في اسئله القلبيه، صحيح طويله لكن في نسبه اجابات عاليه كويسه. لا يخلى انه واحد يزمن متابع على المغزوص فيكون في عندنا تقاعس، لكن ان شاء الله اكون وصلتكم قلبيه جيده، لا تخوفوا. على كل بالمداواه الاسئله حتكون سهله، وانا محمد هو اللي بيحكي لكم شو راح تكون الاسئله سهله. تم انكش محمد، خلي انكشني بنسهل الاسئله، امري لا الله جد ساوي سنه الخامسه معليش. ايه اضطرينا الجو دكتور، اضطرينا الجو، الله يعطيك العافيه. لا انا بابا قلت لكم طوارئ، انا اعطيكم طوارئ ومداواه الاسئله بتكون سهله، لكن قلبيه لا، قلبيه لازم اعصر مخك. تمام، وخلصنا للقلبيه الحمد لله، خلصنا القلبيه. ايه الحمد لله، الحمد لله، الله يعطيك العافيه دكتور، جزيك خير. الله يحفظكم يا ربي، موفقين ان شاء الله، الله ان شاء الله يفتح عليكم يا ربي، وبنقول كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وعيد سعيد صغير، عيد صغير سعيد ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك حكيم، الله يعطيك العافيه يا رب، الله يحفظكم.